قيادة جمهور الترجي. هذه كرة جول 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 جول، نعم هدف أول محمد علي بن حمودة. بن حمودة يتقدم للترجي بهدف مباغت، بهدف مباغت للاتحاد الرياضي بتتوين. كرة كانت من بن حمودة، خطا من الحارس زياد الغالمي. 1-0 للترجي. ألغي الأول، احتسب الثاني لمحمد علي بن حمودة. 1-0 للترجي في أول ربع ساعة في